كرسي هو كرسي الأندلس هذا الذي ستؤسسه أكاديمية المملكة المغربية، أو يتماشى مع دستور المملكة، لأن دستور المملكة تحدث عن الرافد الأندلسي كأحد روافد الهوية المغربية، وبالتالي الأندلس حاضرة في تاريخنا وحاضرة كذلك في واقعنا الحالي من خلال هذا المكون ومن خلال الموريسكيين من أصول أندلسية الذين يعيشون بيننا، وكذلك من خلال الثقافة الأندلسية التي توجد بيننا، توجد في الموسيقى، في الطبيخ، في الهندسة المعمارية، في اللباس، فكل هذه الأمور موجودة في الحاضر المغربي. هذا يعني بأن تاريخ الأندلس وحضارة الأندلس لم تنتهي مع نهاية حكم الإسلام في القرن الخامس عشر، وإنما لا زالت مستمرة إلى اليوم. كرسي الأندلس كذلك يتماشى هذا من جانب المغربي، المخاطب هو الجانب الإسباني، لأنه كما أن الدستور المملكة تحدث عن الرافد الأندلسي كأحد روافد الهوية المغربية، فالاتفاقية التي وقعتها الدولة الإسبانية وقعها ملك إسبانيا باسم الدولة الإسبانية سنة 1992 تقول بأن الإسلام مكون من مكونات الهوية الثقافية الإسبانية، وهذا يعني الأندلس. وبالتالي هناك مجموعة من الكراسي في إسبانيا حول الأندلس، وهنا الرغبة هو تضافر الجهود والتعاون بين كرسي الأندلس التي ستؤسسه أكاديمية المملكة المغربية والكراسي الأخرى والمنابر المتخصصة في الأندلس في إسبانيا. فهناك مثلا أكاديمية الملكية للتاريخ في إسبانيا تهتم بالأندلس، وهي حاضرة هنا في هذه الندوة من خلال عضوة في الأكاديمية الملكية للتاريخ. هناك مؤسسة الثقافة الثلاث التي توجد في إسبيليا، وهي حاضرة كذلك معنا لتشارك في الكرسي. هناك مؤسسة التراث الأندلسي التي توجد في غرناطة، وهي حاضرة للمشاركة في الكرسي. هناك البيت العربي في مدريد، وهو حاضر للمشاركة في الكرسي. وبالتالي فالكرسي كذلك له أهداف أخرى، هو أنه ترجمة الأعمال مثلا الصادرة باللغة الإسبانية إلى اللغات الأخرى حول الأندلس، البحث في المخطوطات والوثائق حول الأندلس، تشكيل بنك معطيات حول البيبلوغرافيا في الأندلس، حول الباحثين المتخصصين في الأندلس، وكذلك تأطير الطلبة من خلال حلقات نقاشية ومن خلال الماستر في الدراسات الأندلسية، وكذلك التفكير في الإشراف على أطاريح مشتركة بين باحثين مغاربة وباحثين إسبان، بالإضافة إلى أمور أخرى ستتم مناقشها في الاجتماع التأسيسي لهذا الكرسي. والتعايش في الأندلس هي تجربة فريدة من نوعها خلال القرون الوسطى، لا نسجل مثلها في مكان آخر. هناك التراجع التعايش بين الأديان، ولكن كذلك بين الأقليات العرقية، بين العرب والأمازيغ والصقالبة والمستعربين والمولدين، وبالتالي هذا المجتمع متعدد الإثنيات ومتعدد الديانات وصل إلى خلاصة بأنه ليس هناك من حل لتحقيق الاندماج الاجتماعي غير التعايش. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك جديد الفيديوهات من هيسبريس.